محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس في قلبك شيئا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الكفر الأكبر. لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبته دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نبي صلى الله عليه وسلم في شخصنا لأكل أيام تجكل ربعين تجبوا الله سبحانه وتعالى ولأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوقع تجب أنهم سيربوا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الخالق. رسل باكير رسل بأ الله سبحانه وتعالى يجي مجاك لجتي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن يجب أن سمرات يجب النبي صلى الله عليه وسلم يجي مدوك تاي من أكبر جتي صلى الله عليه وسلم أو لذلك مخلوق سيء فتاة تتم من نوك يجب أن أعيك لذلك كاي صلى الله تجبه النبي صلى الله عليه وسلم أسمى من كاي صلى الله تجبه الله سبحانه وتعالى أسمى من كناء أربع الله سبحانه وتعالى وهو السبب عليه الصلاة والسلام في هدايته. كل خير يلحق الأمة سبب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جدان حاجة نور أمبر أور أل أور دون نور أي يكون أي تجيب نور أور تقع بال يجمع الأور كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال. أيُسر الله النبي صلى الله عليه وسلم لسان النبي صلى الله عليه وسلم رب الله سبحانه وتعالى قال قط نو كابكيريا رضا أخلاق رضا أبيد الله أن نصنع إسلام. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ تاجي كرس الله تجبوه النبي صلى الله عليه وسلم دون مدك بقيني قط من سناك فتحه. بمحبة دين النبي صلى الله عليه وسلم. محبة السنة نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بسنة عليه الصلاة والسلام ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة وأن نشرب من حوض عليه الصلاة والسلام. ثم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.